تحدث. أربع سنوات عجاف على اليمنيين، عنوانه الحرب والموت والخراب والقهر والسجون. تتكرس هذه السنوات كدهر من المتاعب لرجل الحوار وفارس السياسة اليمنية محمد قحطان، الذي يختزل في سيرته العامة قصة إنسان دفع ولا يزال يدفع الثمن الباهظ لانحيازه للديمقراطية والحوار والدولة الوطنية. في الرابع من أبريل قبل أربع سنوات جاءت الميليشيا إلى منزل محمد قحطان في صنعاء، أخذته من داخل منزله ومن بين أفراد عائلته لتصطحبه إلى جهة لا يعلم عنها شيء حتى اليوم. لم يسبق لمعتقل سياسي أن غيب كل هذا الوقت عن أهله وعن المراقبين والمنظمات الحقوقية، فيما تدير الأمم المتحدة حوارات لا تنقطع بين الأطراف اليمنية بحثاً عن السلام الذي مقدمته المنطقية هي الإفراج عن المعتقلين. على مدى أربع سنوات وفيما يعيش قحطان في معتقله الذي لا يعلم عن ظروفه شيئاً، عاشت عائلته معاناة لا تنقطع في ظل تدفق الأخبار عن النهاية المحتملة لوجوده في هذه الحياة. كانت عائلته تستقي معلوماتها من تصريحات وتسريبات عن احتمالية وضع المعتقل الأبرز في السجون الحوثية محمد قحطان في مواقع يستهدفها طيران التحالف. بعد كل هذه المدة لا تزال عائلة قحطان تنتظر نبأً يطمئنها عنه وعن وضعه وصحته ومعتقله، لكن أي من هذه الأنباء لم تأتي بعد. تحول قحطان إلى أيقونة سياسية في المشهد اليمني المضطرب، وبات عنواناً للتظاهرات والاحتجاجات والأنشطة الإبداعية، وتصدر على مدى السنوات الأربع الماضية اهتمام الرابطة النسائية الأهم في اليمن والمنطقة، رابطة أمهات وزوجات المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الميليشيا بصنعاء وسجون القوى المتنفذة المدعومة من الخارج في عدن وغيرها من المحافظات. نحن اليوم خرجنا نطالب بأضعف حقوقنا، نريد أن نرى، نسمع، نشوفه، نطمئن على صحته، لا نعلم عنه أي شيء. قحطان رابع أربعة من المعتقلين الذين طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن في ظل الإصرار الذي تظهره ميليشيا الحوثي لإبقاء هؤلاء ورقة سياسية في التسوية المقبلة. يشغل محمد قحطان اهتمام الغالبية العظمى من اليمنيين، على رأس قائمة تضم الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرياً الذين يتعرضون لأسوأ أنواع الانتهاكات والتعذيب في ممارسات ترقى إلى جرائم الحرب، وهي الجرائم التي وصمت هذه المرحلة السيئة من تاريخ البلاد.